حلمي كان مظلوم في كل اتهاماتي له. مسكين. وانتي كمان مسكينة يا أبلة أمينة. ازاي تهدمي سعادتك بتصرعك؟ كنت اساليني. انتي اللي جنيتي عليه مش هو اللي جنى عليك. انا غلطانة. انا صحيح تصرعت. لكن هم السبب. سفلة. نالوا كل اللي هم عاوزينه. والليلة دي كتب الكتاب. بالكتاب. أمينة عن إذنك هرجع لك حالا. أنا متأكدة يا رفعت لو أبي حلمي عرف الحقيقة هيتغير الموقف. أوه نمرة مشغولة. ثلاث ساعات نستناك يا حضرة المأذون. أمال هنكتب الكتاب إمتى؟ أفندم عندك فرح تاني؟ هما كم فرح؟ طيب أرجوك ما تتأخرش تعالى أواب. أوه لسه مشغولة يلا بينا ناخد تاكسي. الحمد لله أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لا مؤاخذة أنا اتصلت شوية. مفيش بأس أبدا نكتب الكتاب وهنتكلم إن شاء الله على خير. اتفضل يا أستاذ. مبروك يا حلم بيه. ميرسي يا فندم متشكر. مبروك يا شكري بيه. الله يبارك فيك متشكرين يا أستاذ. اتفضل. لسه كتبت الكتاب. والله يا ستي في عالم الجوازة دي مش تمام. خلاص كتبوا الكتاب. أنا مجالي عاوز أقابل أبي حلمي لوحده ضروري. حاضر اتفضل. فيفي هانم أهلا وسهلا. انت اتاخرت ليه؟ اتفضلي جوه. اتفضلي. ميرسي يا مدحت بيه. انا مش جايه معزومه. انا جايه في حاجه اهم من كده. خير ان شاء الله. ازاي تخرج كلمه الخير من واحد شرير زيك؟ الله 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 انت بتقولي ايه؟ بقول انكم دبرتم مؤامرات دنيئه استغليتم فيها اسم البريء عشان تفرقوا بين زوجين سعيدين وتحققوا اغراضكم السافله. انت زودتيها قوي. اتفضلي اطلعي بره. مش هخرج قبل ما اقول لابي حلمي على كل حاجه. مفيش فايده. ريح نفسك. حلمي خلاص وقع في المصياده اللي وطبناها له. ولك عين تقول الكلام ده. وماله؟ احنا اولى بيه وبكل امواله من اي واحد تاني. جت المجرمه امينه ولها بيته مننا لكنها طلعت مغفله. صدقت كل اللي قلناه لها عنه. وفضلنا وراها لحد ما طفشناها. وهو الكتاب انكتب. ودلوقتي لا انت ولا غيرك ولا هو نفسه يقدر يعمل اي حاجه. تفتكر كده يا مدحت بيه؟ ابي حلمي. اتفضل. فيفي انا سمعت كل حاجه دلوقتي. اشكرك جدا. وهتعمل ايه دلوقتي؟ تشوفي انا هعمل ايه. عم مرجان عفن تعال معانا. على فين؟ بس تعال على